النهارده اجازتي يا وسيم بيه، بتتصل بيا ليه؟ تعالى بسرعه في الاداره، فين سيبه؟ حاضر يا فندم، 10 دقايق اكون عندك. كل ده لسه ما خلصتش، فين سيفا؟ حاضر يا فندم، حاضر، 5 دقايق اكون عند باشا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك، انا كنت جاي ادور على شغل. وقت يعني صوتك انت في محل. طب تمام يعني حضرتك، انا كنت جاي ادور على شغل ومحتاجين حد معاك ولا حاجة؟ فعلا احنا محتاجين واحد هنا معانا. طب يعني انا هشتغل يعني؟ اعتبر نفسك اشتغلت. ربنا يبارك لك. يعني حضرتك، انا عايز اعرف المرتب كام. وطي صوتك انت في محل. طب تمام. يعني حضرتك، انا عايز اعرف المرتب كام. المرتب 200 جنيه. 200 جنيه في اليوم؟ لا، 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه في الشهر؟ ارفع رجلك. لا والنبي، ارفع رجلك. لا والنبي، لا اقول لك ارفع رجلك. طب تمام، انا موافق. تمام، موافق. موافق، خلاص. المكان اهو مكانك، واعتمد. والله هتنبسط مني، هتحبني. وريني شطارتك يا مسهل الحال. وعامه انا عندي مشوار بتاع ربع ساعه وهرجع لك تاني. مكانك يا باشا. ماشي، مكانك يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، برعايه الله. السلام يا حاج. السلام عليكم. وسيم باشا عامل الداخليه كلها. انت عبيط؟ ايه يا باشا، ازاي تخش انا المكتب كده؟ يا باشا، ما انا ما لقيتش حد بره، فقلت اخش انا. قادر بتفرج على حاجه مش عارف تشوفها. يا باشا
باشا انا لسه امبارح محمل 180 حاجه وممكن اكرمك يعني. لا والله العظيم وريني كده اسم حضرتك ايه يا عم. بص وصيف جدا. طب استقبل ده ابعت وصلوا خير يا وسيم بيه مصحيني على بلا وش الساعه 3 العصر. في يا وسيم بيه ولا خير ولا تعبت في مصيبه. مصيبه ايه بس وسيم بيه؟ ايه ده كده وانا زي اخو الصغير انا احكي لي في ايه؟ في تشكيل عصابي من خارج مصر لا يا هادي خارج مصر والراحه ودان يا وسيم بيه مافيا يعني مافيا مافيا يعني هيولعوا في البلد بقى يفكروا الترميات والاتوبيسات ويولعوا في الاقسام ويخربوا الدنيا. اوه والله هيولعوا في الترميات ويولعوا في البلد واخرتها بيعسبها على ايدك وما كل شويه ماما في ماما. يا وسيم بيه اديني المعلومات من فضلك. اقعد شكرا يا فندم. ده صوره الجزار فين يا فندم؟ عندك هو ايه ده يا فندم؟ هو ده الجزار يا فندم؟ اه هو ده الجزار مفتهر يا فندم. ده اكتر رجل في العالم يا ابني. اه ده يا فندم. ايه ده مش هو ده الجزار يا ابني؟ هو الجزار اهو. هو ده الجزار؟ لا هو ده الجزار. طب المطلوب يا فندم؟ مطلوب القبض عليه في اسرع وقت. في اسرع وقت ممكن. حاضر يا فندم. الله يساعدك في المهمه ديت شخص واحد بس. مين يا فندم؟ طارق زيدان. هو ده طارق زيدان. تمام. مصر ما بين ايديك يا حسام. مصر امنة في رقبتك وفي رقبتنا كلنا يا حسام. تمام. اتفضل يا ابني. عندي اكبر عمر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ مالك فيك ايه؟ بتعم انت؟ ربنا يبارك لك ربنا يخليك والله. امرني الامر لله. بص يا حبيبي اصل انا كده ايه صاحبتي صاحبة حليوة شبه حضرتك كده. ربنا يبارك لك تسلم. مزعلاها هي شوية. اه. فانا قلت لها نصالحه. المفروض والله والله بص عندي حاجات هنا هتبسطك قوي جميلة تحفة. اتفرج كده وقول لي ايه رأيك. طب ما تبسطني انت. طب ما انا هفرجك مالك فيك ايه؟ اختار اختار. فيك حاجة طيب؟ فيا حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يشفيك ربنا. يا رب يحس بيا. بص حاجة كده قصيرة. اصبر على قد ما تقدر كله بيتقلع في الآخر. اه والله. اه تمام يعني. حضرتك طب بص ايه رأيك في دوت؟ مفيش اخف من كده. اه اخف من كده. طب بصي كده اهوت دوت تنكري تحفه. ايه رايك فيها؟ جميله اتنكر صح. تتنكر لمين؟ اتنكر لجمال. لا جمال مين واقف؟ امشي انا كده يبقى كل اللي بينا انتهى. احسن امشي. ده اذا كان ابتدى افضل. غور امشي انا غور. توحش امشي. حد فعلنا من انا وده يا دول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه. زميلي ما عندكش كلوت بزون؟ نعم. كلوت بزون؟ اه. هو ايه اسمه؟ كلوت بزون. عشان الشتا بقى وكده يعني وساعة ويدفي. اه ساعة ويدفي كلوت بزون. هو ايه اسود من الاول. طب بص حضرتك اللي هناك دوت كلوت بزون. فين؟ اهو اللي هناك ده. ايوه اللي هناك ده جميل ده. بس يا زميلي ده ما فيهوش زون. اه ما انت حضرتك تشد الخيط يطلع الزن. بجد؟ لا والله. السلام عليكم. سلام. طب حضرتك الفلوس طيب. السلام عليكم. لو سمحت حضرتك. طب ده انا اعمل له ايه؟ طب اقول له ايه؟
لو سمحت يا باشا. يا رب ليه خليتنا اشتغل الشغلانه السودة دي يا رب؟ حاول ولا قوة الا بالله. اعمل ايه انا في الليل؟ اعمل ايه؟ يجي صاحب المحل مش تخلي بالك؟ مؤاخذة زميلي. خد بالك، تعالى. نعم. كوفي؟ نعم. اسمي ايه؟ بقول لك ايه؟ انا ظابط يا كلب. يلا. دخلية باظت. طارق زيدان معايا؟ لا النمرة غلط، أنت مين أنت التاني يا عم؟ هو يوم أسود فهو عايز قميص لون مقاسك ولا إيه؟ أعرف ده الشغلانة سودة والله شغلانة، ولا امشي لو في داهية، لا امشي. معاك الرائد حسام أمن دولة. طب أقعد. طب أقعد. طب والله ما ليا ذنب. طب أنا عملت إيه؟ قول لي. هفرجك. طب حضرتك يعني. النبي رد عليا. طب انا ما عملتش حاجه. طب انا مش قصدي باشا. سامحني والنبي يا باشا، انا اسف والله. معلش والنبي يا باشا. خلاص ربنا يبارك. خلاص يا طارق سامحتك. ربنا يخليك. امرني. بص يا طارق، امر يا باشا. احنا عندنا مهمه، والمهمه دي محدش هيقدر يساعدنا فيها في الدنيا كلها الا انت يا واطي. ليه يا باشا؟ انا رام سعيد. انت هتهزر يا طارق. إيه؟ انت هتهزر. معلش انا اسف. المهم احنا عندنا مهمه، والمهمه دي محدش هيقدر يساعدنا فيها الا انت. بس والله العظيم انا فقير يا باشا والله. والله معيش فلوس والله. صعب شغال شغل غصب عني والله. أيوه. مش معيش فلوس ياكل والله. خد استنى يا طارق. استنى خد فلوس يا طارق. ربنا يخليك يا باشا. طارق ممكن بس الفلوس اروح؟ ممكن بس تاخد يا باشا. طارق يعني ممكن بس يعني 70 جنيه بس عشان عليها جمعيه. طب خد انت خدت الفلوس كلها. طارق ممكن بس 10 جنيه تجيب 2 كيلو سفندي للبيت عندي. طب انت سحبت عليا. خد بس ما فيش فلوس يا باشا. خلاص بقى مش مهم بقى. خلاص المهم دلوقتي يا طارق احنا هنبدا المهمه يوم 16 في 2. بص احنا هنبدا يوم 32/4 ان شاء الله. ايه 32/4 ده اللي هو ازاي ده؟ ده بكره الصبح. ماشي ماشي ماشي. انت تجهز للمهمه دي ولا انا يعني حاسك ان انت متلجلج؟ والله ابدا مش والله. تنبسط مني والله. تحبني بنشوف والله. ولا مساعد. ماشي يا باشا. انا زي ما شرحت لك المهمه لازم تعرف ان القسم بتاعك مش سهل يا طارق، ولازم عشان تتعامل مع القسم بتاعك لازم تمارين. واهم تمرين، اهم تمرين لازم تتمرن عليه يا طارق عشان تواجه قسمك هو ضرب النار يا طارق. تعرف تضرب نار؟ هتنبسط مني والله. هتحبني. فاروق مسدس ده انا جبت لك عند فاروق النهارده عشان تتمرن عليه. جاهز عند فاروق؟ ايوه جاهز يا حسام. ده المطلوب منك انك تنشف في الازازه اللي فوق دماغ عند فاروق. دي هي ان شاء الله. جاهز يا عم فاروق؟ نشى راجل يا استاذ طارق. وحياه امك نشى راجل. ايه ده؟ ايه ده راح فين يا باشا؟ ايه ده يا ابني؟ والله ما اعرف. انت وديت الطلقه فين؟ والله يا باشا انت فاهم النضاره والتامين الصحي والله العظيم. انا ما وديتش بقى نضاره وتامين صحي. ما بتعرفش تنشى؟ قول لي يا حسام ما اعرفش انشى. وانا علمني مشاكل. انا اسف يا باشا. طب خد اتفضل وريني. معلش اتفرج بقى وريني. جاهز يا عم فاروق؟ يا خسارتك في الموت يا فاروق. ايه ده الراجل مات؟ لا يا ما ماتش. لا يا عم والله الراجل مات. ما ماتش. ما تعديش صوت. طب يلا بينا نجري. اعمل ايه؟ احنا بس نقعد عليه نقف بقى. انتوا هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا بقى كده ليه؟ بتعملوا بقى كده. يا لهوي الله يخرب بيتك يا طارق. في ايه يا باشا؟ يا عم العصابه الزمان هيجي دلوقتي. هنعمل معاهم ايه؟ احنا مش عارفين نعمل اي حاجه. يجوا ياخدوا واجبهم وهم عايزينه ياخدوه. ياخدوا واجبهم يا ابني. احنا عندنا قهوه. مريم عندي شيء يخصه. مين مريم دي؟ خطف مريم. مين مريم؟ مريم دي خطيبتي يا طارق. خطوة يا باشا؟ احنا لازم نروح نجيب مريم. ما عزمتنيش على الفرح. خد يا باشا. يا باشا طبعا انت عارف انت هتعمل ايه. لا وانت ما قلتليش. يا لهوي
هتفضحنا يا باشا، هتفضحنا يا عم. انت فضحتنا. لقيت لما بنتوه الواحد مسحب مسحب شايفني مسحب. بس يا غبي ايه انتوا لقيتوه؟ انا بدور عليه بقالي اسبوع والله. امانه جزار طلباتك سؤال غريب، الضابط يبدو عليه الغباء. يعني لو عايز كاميرا وتشتغل فوتوغرافر، دراع سلفي تتصور بنت والعصابة اللطيفة اللي معاك، اي حاجة من الحاجات اللي بنشوفها في الافلام. صدقني انها ستكون مختلفة. ما العمالين تحرقوا هنا وتفجروا هنا وناس تموت من هزن، فعاوزين مننا ايه؟ عايزين بلدكم. وما بي مجزار تبقى عبيط لو فكرت تمس ترابايا من تراب مصر. وبالنسبة بقى كابتن انت مريم، فمريم دي خطيبتي وقارين فتحتنا على بعضينا. خطيبتك؟ ده احنا اختصبناها من امباح للنهاردة 8 مرات. مسحب عنود عنود بس يا غبي تفضحنا يا حمار. اسكت اسكت. لو عايز تختصبني انا قدامك اختصبني، ولا ايه يا حس؟ بس يا واطية بس. خلصوا عليه. ولد انت بتعمل ايه؟ هضربك. الداخليه باصت من شويه يا جدعان. ازيك يا مريم؟ كويس؟ فيك حاجة؟ ما تخافش يا طارق، الطلقات فتيك. بس يا مريم اسكتي. يا عم بسيطة، دي الطلقات فتيك. بس اسكت انت كمان. هاتلي الجزار، اجري هاتلي الجزار. بعد 5 دقائق سوف تنفجر ترام في الاسكندرية. مش هسيبك تفرقع في الترمات انت اللي بعتلك يا ابن الكلب. انا معاك.